تواصلوا معنا، وكل الناس اللي وصلوا عنا بعد شوي رح بيكونوا معنا على الهواء ايضا. بصرني رحب بدكتور طه بزرباشي، اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك حضرتك يلي نسقت مع ألا وتواصلتوا معنا لحتى نقدر نبلش او نعمل هالنهار الحلو بطرابلس، لانه همك دايم دكتور انه تقدر تنعش طرابلس، لانه حضرتك ايضا اختصاصي امراض صدريه وانعاش طبي. الانعاش منه بس لكن هون طبي، هو انعاش انمائي لهالمدينه يلي عم تتوجع. اهلا وسهلا فيك. صحيح، ميرسي لحضوركم وميرسي لدعمكم لهالفكره. رح نحكي شوي كيف وليش طلعت هالفكره. الفكره طلعت صراحه يوم يلي انا عمل ريبورتاج عن شخص عايش ببيت بحاله شوي كثير سيئه، ومدى حدا حتى من الاعلاميين اللي كانوا موجودين الا ما صار دمع عيونه ويبكي. وبعد كم يوم صارت حاله ثانيه بالمينا، انه في سقف وقع على كمان ناس الله يرحمهم. ومن هون يعني صرنا هيك نفكر، الواحد بيفكر انه طب نحن شو فينا نعمل، شو فينا نساعد، وكيف فينا شوي نغير يلي بنقدر عليه بالمقدور مثل ما بيقولوا. وصارت انه ألا نشيط كثير بالمدينه، فتواصلت معه وطلعت هالفكره، واللي حبينا انها تكون كمان بهالفتره من السنه اللي هي فتره عياد ينعاد عليكم وعلى كل اللبنانيين، وبركي بتطلع فكره كادودو نويل، بتطلع الفكره كثير حلوه. اطلعت على هالفكره براسي عازمك على فنجان قهوه، بمعنى اخر انه بس حدا يعزم حدا على فنجان قهوه بالقهوه تقريبا بيدفع 10,000 ليره، فبقيمه تبرع على القليله بقيمه 10,000 ليره اللي هي عزيمه على فنجان قهوه. في كل حدا عم يحضرنا اليوم يتصل على الرقم يلي عم تحطوه على التلفزيون ويتبرع بقيمه 10,000 ليره، وبركي بنقدر نجمع مصاري ريع هالمصاري بيساعد لترميم هالبيوت يلي بحالة عن جد رح توقع على راس سكانها مثل ما بيقولوا، وفي منا كتير. اليوم عم نركز على ترميم البيوت، وحضرتك يعني كنا عم نحكي وننسق معك انه اليوم هيدي نوع من أولوية بطرابلس، يعني برأيك هيدي المشكلة الأكبر حاليا؟ إذا بدنا نعد المشاكل صراحة هي لا تعد ولا تحصى. بس اليوم يلي عم نشوفه انه لما عم مش بس عم نشوفه وعم بيصير، انه صارت بيوت عم توقع بالفعل، مش عادت بس مهدده. هالشي صار بكتير مناطق بلبنان، بس اذا بنعمل جوله سريعه على بعض المناطق ببعض الاحياء بطرابلس رح نكتشف انه بالفعل في كتير بيوت مهدده يوقع سقفها على راس سكانها، ورح نلاقي انه في كتير بيوت منا صالحة بتاتا للسكن، يعني ما فيها أدنى متطلبات الإنسانية من تواليت من مطبخ، من يعني بتكون الأمور فايتة ببعضها والعالم. فالفكرة أنه نحن نقدر نساعد بهالإمكانيات هل الأكثر تطلبا. نحن مش عم الفكرة مش أنه هي نقدر نظبط كل شيء، بس نساهم بهالمناطق المعينه باعطاء شوي بصيص امل لهالعالم، انقاذ حياه. يعني اليوم عم نحكي عن ناس مهددين بالموت كل ثانيه، منشان هيك هيدي هي الاولويه انه نخلص حياه ناس ممكن اي لحظه يتوفوا جراء انهيار حيط او المنزل كله او السقف عليهم. وخلينا نقول كمان انه لما بيكون بيت بهالحاله هاي، طبعا الشق الصحي كمان مهدد، يعني صحتهم عم نحكي، لانه الشروط الحياه صعبه كثير، بين رطوبه بين الشتاء اللي عم بفوت، عدم التدفئه، شوب بالصيف يمكن، يعني وتفاقم الفيروسز. حضرتك بتقدر يمكن تعطينا فكره قد ايه ممكن اذا كان بيت بحاله سيئه ياثر على صحه الموجودين؟ يعني اكيد نحن لما عم نحكي بهيك بيوت عم نحكي بناس امكانياتها الماديه محدوده جدا لبل معدومه،
مما يعني أنه بالأساس عم نحكي عن ناس عندهم سوء تغذية مزمن، يعني مناعتهم ضعيفة بالأساس. على هذا منزيد العوامل اللي حضرتك تفضلتي فيها، وأنه الإنسان يلي بالأساس مناعته ضعيفة لما بيعيش ببيت منه مدفى عم يفوت عليه رطوبة وما في صحية مزبوطة من ناحية يعني المية اللي عم تجي على البيت والمية اللي عم تطلع من البيت، ومختلطة الأمور ببعضها، وما في محل مخصص للمطبخ ومحل مخصص للحمامات، بيكون في هون إيجيان يعني نظافة منا متوفرة، مش لأنه الناس هن منهم ضعيفية مثل ما بيقولوا، بس لأنه المكان اللي عايشين فيه ما بيسمح لهم أنه يكونوا أحسن من هيك بهالظروف اللي عايشين فيها. فالفكرة أنه أكيد هيدا كله بيجيب أمراض، بيجيب أمراض جرثومية، أمراض فيروسية، بتنتقل بالمي وبتنتقل بقلة النظافة. من شان هيك بتصير الحالة بدل ما تكون صعوبة وحدة بتصير كذا صعوبة. يعني اليوم مرقت معنا الصبية الحلوة نوال يلي كنا عم نحكي من شوي عن حالتها الصحية. قدي الحالة صعبة لنوال، وشو هيدا الفيروس أو هيدا المرض يلي صايبها؟ يا ريت تفسر لنا شوي طبيا عنه. مرض الميكوفيسيدوز أو الكيستيك فايبروزيس هو مرض وراثي بيظهر عند الأولاد، وهو حالة بتظهر كل عند 2000 حالة من 2500 شخص، يعني من كل 2500 شخص في شخص عنده هالحالة. دونك هذا يعتبر من الأمراض النادرة. هالحالة بتوصل مع الوقت إنه بيصير في التهابات مزمنة بالرواية، بتتكاثر فيها الجراثيم وبتكاثر فيها الإفرازات اللي بنسميه البلغم. مع الوقت بتصير التهابات، بتتحكم بأدوية المضادات الحيوية، ومع الوقت بصير في مناعة عند الميكروبات ما بتعود بتتجاوب، بصير كمية الإفرازات بتكتر، بصير في ضيق نفس عند المريض، بصير بيلزم له أكسجين، بيلزم له آلة تنفس، بيلزم له زرع رئة. هذا بصير ببلاد برا. وبنفس الوقت في أعضاء تانية بالجسم بتتأثر، من أهمها الكبد والبنكرياس، بصير في سكري، بصير في نقص بالامتصاص الغذاء للجسم، فالمريض كمان بينزل وزنه، ما بيكون مناعته ضعيفة. وهداية شفنا لنوال كمان هيك بتحس يعني ميبسين كأنه شوي، ما بعرف، من عوارض لأنه الدم ما بيمشي مزبوط، مش من قصة دم بس من عوارض المرض، من نقص الأكسجين والالتهابات الرئوية المزمنة بيسبب هالشكل بالصبيع، وخصوصا بأطراف الصبيع. اليوم العلاج غالي كتير، ورح تضطر يمكن نوال أنه تسافر للخارج لحتى تقدر تخضع لهالعلاج، وهو علاج مزمن يعني دايم لمدى الحياة. هل زرع الرية ممكن يحل محل هالعلاج اليوم بحالتها هي؟ صراحة ما فينا نجاوب بالحالة تبع نوال إلا ما نطلع على الملف. أكيد كل حالة إلى علاجة. بعض الحالات، كل الحالات بتتطلب علاج محدد مزمن كحد أدنى، هذا الكل لازم ياخده. بعدين حسب نوع الجينات يلي هي مخربطة عندهم، وحسب كم جين مخربط، في علاجات جديدة. يعني لما بنقول جديدة صار لها أكثر من 3-4 سنين، بس هي تعتبر أجدد شيء. مشكلة هالعلاجات هيدي إنها جدا مكلفة، يعني عم نحكي بعلاج كلفته بالشهر تقريبا $35,000 لمدى الحياة. نعم، بالشهر. بالشهر، مش معقول. هذا يعني علاج بكلف بالشهر $35,000، يعني تقريبا بالسنة عم نحكي $400,000 على طول لمدى الحياة. وما في علاج بديل، لأنه هيدا أجدد علاج مثل ما سألت. هيدا أجدد علاج، وكمان هذا العلاج فقط لبعض الحالات يلي عندها
أنواع معينة من الجينات، يعني بعد في خربطات بأنواع تانية من الجينات لسه ما توفر لها العلاج الجيني. وفي زرع الرئة للي المريض يلي بيوصل كمان لحالة معينة، ما بينعمل زرع الرئة إلا ما يوصل المريض لحالة سيئة، ما هيك؟ لأنه عنا كمان نقص بالأعضاء، وهون بنرجع منذكر شوي بأهمية وهب الأعضاء، ما هيك حكيم؟ صحيح. نحن للأسف بلبنان ما عنا زرع رئة، في زرع قلب، في زرع كبد، بس كلاوي، بس ما في زرع، ما في زرع رئة بلبنان بالوقت الحاضر. الناس عم يسافروا لبرا ليعملوا زرع الرئة، بس اللي حضرتك قلتيه أكثر من مظبوط، إنه هو نحن بدنا أن يكون في كريتير، يعني بده يكون في أمور معينة بده يوصل للمريض، لأنه ما بينزرع لكل العالم، لأنه في مشكلة عدد أعضاء كمان. يعني بعدين بدنا نشوف اللي بيستفيد، يعني مش لح ينزرع رئة لحدا إسا منه لازم له، لأنه ما هو عم يخضع لعملية بحد ذاتها وبده يخد أدوية للمناعة. نعم. وهي بده يكون إفادة العملية الزرع أكثر من مخاطرها. دكتور حضرتك يعني بمبادرة فردية اليوم اشتغلت كتير واشتغلنا سوا بإعداد هالحلقة وبأنه نختار الضيوف المناسبين لهالحلقة، ومن ضمنهم نقبة المهن الحرة يلي بطرابلس، وبالإضافة لبعض الجمعيات يلي عم بيكونوا ناشطين جدا، وجمعية تراثك يلي كمان من فرنسا عم بيساعدونا. مين ساعدك لحتى تتواصل؟ هل رح يعني يمكن تأسس جمعية أو غيره؟ يعني اليوم بلشت هيك بفكرة، اشتغلت كتير وكان في كتير تجاوب. الحمد لله الجمعيات الخيرية بطرابلس والجمعيات اللي تتعنى بالفرد وبالآخر موجودة وبكثرة، دونك نحن منا بحاجة لأسن جمعية إضافية. نحن الفكرة طلعت صراحة على صعيد فردي مثل ما حضرتك تفضلتي، وكيف صارت هذا من حسنات الثورة، أنه اليوم الواحد بينزل على ساحة النور بيقول وين الام تي في، بيقولوا له يا حو أنا هونيك وين، دونك التواصل هذا سهل، أنه لما نضجت هالفكرة براسي التواصل كان كتير سهل. وأنا بتشكر ألان درغام، لأنه لما نحكيت له قال لي أنا دغري مشان ما يصير تليفون كسي، أنا دغري لح أوصلك بالشخص المناسب يلي أنت لح تتابع معه الفكرة ويشوف مدى إذا بنقدر ننجزها لهالفكرة. ونحن هون بنتشكركم، وتفاجأنا بسرعة بل كان الوقت كتير مداهمنا أنه لنقدر نظبط الضيوف مثل ما حضرتك تفضلتي، جايين نقبة، جايين قيمين على جمعيات خيرية، مهندسين، فنانين، ناس عندها فكرة بتحب تدعم هالمدينة. ونحن هون ما فينا، نحن حضرنا الحلقة بيومين بس لنقول لكل المشاهدين، مزبوط يعني مزبوط. يومين، وهن كانوا أيام العيد، لأنه كنا بتعرف كنا ناطرين الوضع، لأنه كل يوم بيومه اليوم عايشين. والشكر الأكبر أكيد لرئيس مجلس إدارة الام تي في الأستاذ ميشيل الموري اللي دغري بيتجاوب مع أي حالة إنسانية كيفتا إذا كانت حالات موجودة بمنطقة مثل طرابلس. اليوم تواصلتوا كمان مع المغتربين ايضا، كيف كان التجاوب دكتور؟ دونك انا تواصلت مع مدام جومانا شهال تدموري اللي هي رئيسة جمعية تراثي تراثك بفرنسا، وهي كتير حساسة لكل شيء له علاقة بالأبنية التراثية. ونحن قلنا لأنه نحن هالمشكلة اللي عم تصير هي في أبنية تراثية مهددة بالانهيار، وفي أبنية منا تراثية كمان مهددة بالانهيار، وهي يعني بنتشكر بالفعل سرعة تجاوبهم معنا والدعم اللوجستي اللي عم يعطونا إياه، حتى لح يجي مندوب عنهم وهو مش لح أحكي بداله. بعد شوي رح بيكون معنا كمان، رح بخبرنا كيف عم يقدروا يساعدوا. وأنا بدي أقول أنه أكيد دكتور طه رح تبقى معنا اليوم، ما فيك هيك تعمل مبادرة وتتركنا كل النهار، نحن بحاجة لك كل النهار لحتى ننسق وننظم هالنهار الطويل بطرابلس. أكيد باقيين معكم اليوم للساعة 7 المساء، لكل الأشخاص اللي بحبوا يتصلوا فينا بحاجة لمساعدة أو حابين يساعدوا على 03-112-38. وبعد هالوقفة رح بيكون معنا حالة جديدة كمان عم بيكونوا موجودين معنا هون، عم بيوصلوا لعنا من أول ما شافوا أنه الحلقة طلعت على الهواء. رح نتعرف على عمر السعدي وشو الحالة اللي رح تكون موجودة وعم بتصيبه. أهلا وسهلا فيك دكتور طه بزرباشي، منشكرك
ومنعيدك ومنعيد عائلتك. شكرا لك. ينعاد على الجميع. بريك صغير ومنرجع.